وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المحلل والخبير العسكري الدكتور عبد الله الأسعد. أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، هنالك أنباء عن حشد للنظام السوري على حدود درعا، وطائراته بدأت بإلقاء منشورات تحذيرية للأهالي وتخير المقاتلين هناك. ما هو السيناريو الذي ينتظر المدينة، وهل نستحضر سيناريو الغوطة أيضا أم لا؟ نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. أهلا بك سيدي الكريم. يعني الدلائل الميدانية على الأرض تشير إلى أن هناك تحشدات لا شك بأنها يعني تروي الهجوم، وأن النية الرغائبية لدى النظام موجودة في اقتحام درعا والوصول إلى معبر نصيب، ذلك المورد الاقتصادي الذي توقف منذ 3 سنوات لنظام الأسد. هذا من الناحية الاقتصادية. أما من الناحية الميدانية، أيضا هناك يعني جيش خالد بن وليد المباير لتنظيم الدولة الموجود في الجهة الجنوبية الغربية في حوض اليرموك المحاذي للحدود الأردنية السورية وللحدود السورية مع الجولان السوري المحتل. لا شك أن هناك طبعا يعني مفاوضات جرت من تحت الطاولة بين نظام الأسد وإسرائيل وأمريكا، طبعا لطمأنة إسرائيل بأن قوات الميليشيات الشيعية لن تشارك في الهجوم. وأصدر النظام منذ يومين بأن قوات له تحركت من المنشية ومن خربة غزالة باتجاه مدينة الصنمين. هذا الموضوع رافقه يعني بعض الوسائل قالت بأن قوات نظام الأسد استجلبت حوالي 1000 مقاتل من دولة عربية لكي يكونوا بديل للميليشيات الطائفية في الهجوم على مدينة درعا، إضافة إلى تصريح السفير الإيراني في عمان بأن لا ميليشيات موجودة على الحدود مع الأردن، إضافة إلى أن نظام الأسد عقد صفقة مع إسرائيل بأن هذه اللحظات نحن يعني متخلين نهائياً عن الجولان وأعملوا ما شئتم أنتم والأمريكان من أجل أن تعطيكم أمريكا الضوء الأخضر للسيطرة الكاملة على حدود الجولان، في ظل وجود أيضا تصريحات سابقة لأحد القادة الإسرائيليين قال بأن إسرائيل تنوي أن تأخذ يعني حتى خط المطر الأول في سوريا غربي منطقة الشيخ مسكين حتى حدود طبعا وصولا إلى خطوط أو حدود مدينة نوى. فالآن يوجد شيء يعني مخفي وتحت الرماد، ألا وهو تنظيم داعش في حوض اليرموك. طيب، المعارضة من جانبها ماذا جهزت لهذه التهديدات؟ المعارضة يعني بعد أغلاق غرفة الموك طبعا هي يعني منع عنها الهجوم بعد منطقة الغرية الغربية الغرية الشرقية باتجاه خرب الغزالة، وتم توجيه كل الفصائل الثورية بإعاز من غرفة أصدقاء سوريا إلى قتال داعش فقط، ومنع عليهم أن يحاربوا النظام في خربة غزالة وبعدها، لأن طبعا الفصائل الثورية محتلة مناطق من أو محررة مناطق من معبر نصيب وحتى خربة غزالة، هذه التي يقع ضمنها الاوتوستراد الدولي الذي يربط دمشق بمعبر نصيب. طيب، عمان، دول الخليج، السعودية وغيرها. في ظل ما حصل في الغوطة والرفض الدولي والمعارضة الدولية لما حصل هناك، هل تعتقدون أن تكتيك الأرض المحروقة ما زال يعني يرسم له النظام في درعا، أم أن الأمور ستختلف هنالك، وما الذي يعوق النظام في خطته على المنطقة؟ أنا يعني سأجيبك بشكل مفصل لو سمحت لي تعطيني الوقت بهذا الموضوع. طبعا يفاوض أو ما يسمى الذي يتكلم باسم الثوار وباسم الشعب السوري هو وفد التفاوض. وفد التفاوض يعني هو مسلم 100% على أن النظام يجب أن يصل إلى معبر نصيب، واليوم على لسان عضو وفد التفاوض المحاميد قال نحن يعني نريد أن يصل النظام إلى معبر نصيب ويبسط سيطرته. الفصائل طبعا الموجودة تختلف عن ما يصرح به وفد التفاوض. وفد التفاوض يعني هو مسلم 100% للنظام الروسي وهو متعامل معه ومتعامل أيضا مع نظام الأسد
في لقاءات يجريها مع هشام القاضي في الإمارات العربية المتحدة، موجود في سفارة دمشق بالإمارات، وأيضا مع ضباط استخبارات سوريين يلتقي معه وفد التفاوض ويتفقون على كل شيء. أما الثوار طبعا في ظل إغلاق غرفة الملك وأصدقاء سوريا وغرفة أصدقاء سوريا عفوا، طبعا هو الآن يحتل منطقة جغرافية واسعة، هذه المنطقة يستطيع المناورة بها، لكن في ظل عدم وجود إمداد طويل ومستمر، لأن غرفة الموك لن تستطيع بعد الآن أن تمد بالذخيرة والسلاح الفصائل الموجودة في الريف الشرقي والريف الغربي، فهناك يعني أصبح مسلما من قبل المفاوض وفد التفاوض فقط وليس من قبل الثوار والسكان المحليين، بأن يجب على النظام أن يسيطر على معبر رصيف في ظل تخاذل وتعامل بين وفد التفاوض وبين الروس وبين النظام الأسد. طيب. بلقاءاتهم المشبوهة في أقل من دقيقة إذا سمحت لي، أمريكا قالت أنها ستتخذ إجراءات حازمة، ماذا تمتلك أمريكا من أوراق في هذا الصدد؟ سيدي الكريم، يعني هنا يجب أن نحكي بصراحة، هي أمريكا المنطقة التخفيض الوحيدة التي حضرت توقيع عليها في عمان هي منطقة درعا، منطقة حوران. يعني أنا أتوقع في ظل تمادي الروس ونظام الأسد أن الأمريكان سيكون تأثيرهم سلبي ولا يشاركون بأي رد على قوات النظام والروس في حال اقتحموا درعا، والأيام القادمة ستثبت أن الروس سيقتحمون هم النظام، والأمريكي سيقف موقف المتفرج في ظل صفقات تم عقدها مع الروس والنظام من أجل سيادتي على الجولان السوري المحتل. المحلل والخبير العسكري الدكتور عبد الله الأسعد كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.